أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن سفيان ابن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله فاستقم. أخرجه الإمام مسلم وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه بزيادات وبألفاظ أخرى. قل آمنت بالله فاستقم، في رواية أحمد وغيره ثم استقم، ودل هذا على أنه إن الفاء وثم يتبادل معنى أحدهما إلى الآخر حسب السياق، أو وهو الأظهر عندي من أنه قال فاستقم ثم استقم، فاستقم مباشرة ثم استمر على هذا إلى أن يتوفاك الله عز وجل، دل هذا على أن الاستقامة لا بد للإنسان منها إلى آخر حياته وفي ثنايا حياته.